في ماتش بكره ان شاء الله اللي نتمنى ان احنا لما نتابعه نجد ما يسرنا على سبيل الاختلاف. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهاوند. والله صباح مش مفهوم. مش باين له حاجه. يعني اللي بيحصل في افريقيا ده حقيقي مش مفهوم، وطبعا صباح الرزق والخير على حضراتكم، بس اللي بيتابع وبيتعب بيتابع عن ترقب وبيتابع عن شغف يحس ان البطوله هذا الموسم وهذه النسخه لا فيها حاجه مش مظبوطه. انا امبارح برضو عمال بشوف الناس بتتكلم بتقول ايه وغيره، كل واحد حاطط عنوان لبطوله كاس افريقيا، وكلها عناوين بصراحه حلوه وكلها عناوين لايقه جدا. يعني يمكن انا امبارح قلت شيء لا يصدقه عقل، او اول امبارح ممكن برضو تقول فعلا بطوله منين يودي على فين، بطوله هو ايه اللي بيحصل. الناس كلها قالت مصطلحات او عناوين، لا بس هي عن حق، احنا مش طالعين نهزر، هو الكلام ده بجد. اللي بيحصل مع المنتخبات الكبرى اللي المفروض اللي هي المنتخبات القويه فنيا ده مش طبيعي. اللي بيحصل مع المنتخبات العربيه تحديدا في هذه البطوله مش طبيعي. اللي حصل مع تونس مش طبيعي، اللي حصل مع الجزائر مش طبيعي، اللي حصل مع مصر مش طبيعي. ففي حاجات كتيره مش طبيعيه. يعني هو لو في حاجه في البطوله دي مش مظبوطه فهو اداء منتخبنا للاسف، ودي حاجه كلنا استقنا منها جدا جدا. وطبعا حضراتكم اكيد متابعين يعني كل اللي بيتقال خلال الساعات الماضيه في كل المنابر الإعلامية والرياضية المختلفة. طبعا في حالة عامة من الإحباط عند كل المصريين، ما نقدرش نغلطهم الحقيقة. عند الكل والله يا كريم. ما أنا بقول لك ما تقدريش كمان تغلطي حد، الناس كلها متعشمة، أنت عندك سكواد محترم وعندك أسماء تقيلة. صحيح. لكن عندك محصلة نهائية تكاد تقترب من الصفر. يعني واصلة لمرحلة إن أنت تكادي تقتربي من الصفر. والمحترفين برضو بتوعك، ومش هتكلم بس في مصر، هتكلم تاني عن المنتخبات العربية، برضو مش هم اللي بيأدوا في هذه البطولة. لما تيجي تتفرج مثلا حد مثال بساديو ماني والسنغال مثلا، السنغال لما فازت 3 مش ساديو ماني مثلا اللي أحرز هدف من 3، يعني اللعيبة العادية، اللعيبة المحلية، أو اللعيبة اللي هي مش في احترافية ساديو ماني، ففي علامات استفهام. بيرسي تاو ضيع ضربة جزاء مثلا، يعني يعني فاهم قصدي؟ احنا بقى مبسوطين في لعيبتنا ولا ايه الحكاية؟ بس في حاجة غريبة طبعا، ده ملخص ما يحدث. فعشان كده طبعا هتكون معانا فقرة النهاردة هنتكلم في يعني ملف كأس أفريقيا، وهنتكلم أيضا في كأس الأمم الأفريقية بس الكرة اليد اللي هينورنا في الفقرة الأولى زميلنا العزيز أحمد رشاد ناقد الرياضي، والفقره الثانيه هنرجع لكره القدم ومنتخب مصر كره القدم وكاس الامم الافريقيه. هينورنا صديقنا العزيز جدا والزميل المحترم الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي، بحب جدا تحليلاته، بحب قراءته ليه.